بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبنتكلم دلوقتي في الأسئلة الاستراتيجية للتقييم عشان خاطر نقدر نكون متزنين في الأركان السبعة. وأول سؤال: أين أنا الآن؟ أين أنت الآن؟ أين أنت الآن في حياتك الشخصية؟ أين أنت الآن في الأركان السبعة؟ روحانيا، صحيا، شخصيا، عائليا، اجتماعيا، مهنيا، وماديا. أنت بتظبط نفسك في السبعة دول. فلما تقول أين أنا، بفرض تقول أين أنا الآن في حياتي الصحية؟ ما بعملش ولا حاجة. طب ماذا أريد؟ وده السؤال الثاني. عايز صحتي تكون أفضل، بس خليك محدد، هنتكلم فيها كمان شوية، لأن التحديد مهم جدا بالنسبة للعقل. لما تقول أنا عايز أكون سعيد، طب ما كلنا عايزين نكون سعداء، طب إزاي؟ بالتحديد عاوز إيه؟ إزاي السعادة بالنسبة لك؟ معنى إيه بالنسبة لك؟ إزاي عايز أكون سعيد؟ لما تتكلم بالتحديد، العقل البشري بيركز على التحديد اللي انت بتقوله. لكن عاوز اكون عام، انا عاوز اكون سعيد، طب ازاي عاوز اكون سعيد؟ طب فين عايز اكون سعيد؟ طب امتى عاوز اكون سعيد؟ طب ايه الوسيله اللي هكون بيها سعيد؟ اللي انت عايز تعمله عايز تكون سعيد؟ مفيش تحديد. فعشان مفيش تحديد، المخ واخدها وخلاص. فتبص تلاقي معظم الناس اللي بيحضروا اهدافهم ما بيحققهاش، لان اهدافه عامه. يقول لك انا عاوز اكون ناجح، طب ما كلنا عايزين نكون ناجحين. طب انت عملته بالتحديد عشان تكون ناجح؟ عشان تكون ناجح هتعلم لغه الفلانيه، هتاخد مني 4 أشهر، وهروح في المكان الفلاني، وادي ساعتين في اليوم، وهدرس. ده التحديد اللي انا بتكلم عليه. عشان كده بنتكلم على التخطيط، تخطيط استراتيجي. فاول سؤال: اين انت الان؟ وانت بتكتبها: اين انا الان؟ اين انت الان في السبع اركان؟ والسؤال الثاني: ماذا تريد؟ السؤال الأولاني بيدي لك الواقع، أين أنا؟ ده الواقع بتاعي الآن. ماذا أريد؟ بيدي لك الهدف، الرؤية اللي أنت عايز تروح لها. الفرق بين الاثنين هو اللي أنت هتعمله عشان توصل لغاية هناك. لما تيجي تقول أنا في الوقت الحاضر تعبان نفسيا، تعبان ماديا، تعبان مهنيا، تعبان مع عائلتي، طب خلاص ما تحطش فيها حسيس، ده دلوقتي أنت هنا. ولو حطيت معلش. طب ماذا تريد؟ ما تحللش، ما تقيمش. ودي من ضمن مشاكل الأهداف. لما حد يقول لك إزاي؟ أين أنا الآن؟ والله أنا تعبان نفسيا وتعبان ماديا. طب عايز إيه؟ عاوز أكون مرتاح ماديا. تعميم. عايز إيه بالضبط؟ فأنت معمم. عشان معمم المخ ما عرفش أنت عاوز إيه بالتحديد. وبعدين ما عارف، ما تبالغش زيادة عن اللزوم. أنت عندك رؤية معينة، وبعدين بتقول أنا عاوز أروح هناك، من هنا هروح هناك ان شاء الله، وعندي تخطيط هروح واحده واحده، خطوه خطوه. لكن معظم الناس يحط اللي هو عاوزه ويكبرها ويبص لها ويحللها ويجي له احباط لانها هناك. فتسال الناس: هو الهدف فين دلوقتي ولا في المستقبل؟ لو في المستقبل، طب انت رايح له امتى؟ يقول لك في خلال 2 أو 3 أو 5. طب كويس، طب انت فين دلوقتي؟ ابدا في المكان اللي انت فيه، ابدا من الامكانيات اللي عندك وهتروح هناك. فما تقعدش تحلل حاجه كمان 5 سنين. في خلال ما انت ماشي في السكة هتقابل ناس ما قابلتهمش، هتقرا كتب ما قريتهاش، هتطلع لك افكار وحاجات ما كانتش عندك قبل كده. فانت بتحلل حاجة بعيدة ليه؟ انت خدها على قدك وتقول انا قررت ان انا اخد هذا الهدف، وبعدين احدده واقسمه كده لجزئيات صغيرة، والجزء ده على قدي، ان انا ده اللي ممكن اعمله دلوقتي وعندي الامكانيات اعمله. بمجرد ما تعمله اصبحت جاهز للتاني، بينجذب اليك من نفس نوع افكارك وقوتك. أين أنت الآن؟ والسؤال الثاني: ماذا تريد؟ الأولاني بيجي لك الواقع، والثاني بيجي لك الهدف. السؤال الثالث: لماذا تريده؟ عارف لما أجي أقول لك لماذا تريد شيء، بتجيني أسباب. هنا الأسباب بتزود الرغبة في الهدف. لو قلت لك مثلا ماذا تريد في حياتك الصحية؟ تقول عايز وزني يكون افضل، عاوز وزني يكون مثلا 62 كيلو، وعشان خاطر وزني يكون افضل انا قررت اكل بطريقه افضل، وعشان اكل بطريقه افضل هتابع هذا النظام، ونظام متكامل في كل احتياجات الجسم، وهاخد الفيتامينات الفلانيه، وهحرك جسمي كل يوم، هتمشى او هعمل كذا 10 دقائق كل يوم. فانت دلوقتي اصبحت محدد، فانت عرفت بتعمل ايه عشان توصل للي انت عاوزه في النهايه. فانت عرفت انت عاوز ايه. اقول لك دلوقتي، طب انت عرفت انت فين، وعرفت انت عايز تروح فين، طب ليه عايز كل ده؟ قالك لان صحتي هتساعدني. لما صحتي تساعدني هقدر انا في الحاله دي اروح يعني في كل حته، ده بحياتي الروحانيه هفضل اقدر اصلي وانا مرتاح، مش ركبتي تعباني وضهري تعبان وانزل تحت مش عارف اطلع اروح الجامع يوم الجمعه مش قادر اقعد ركابي بتوجعني. فهتفيدني روحانيا، غير كده هتفيدني صحيا، ممكن اكون اقوى واحسن صحيا. هتفيدني شخصيا، لان شخصيتي نفسها لما اكون جسمي كويس وشكلي كويس، صورتي الذاتيه افضل، تقديري الذاتي افضل، هكون افضل مع نفسي ومع الاخرين. فبالذات انت بتديني اسباب. هنا خدوا بالكم الاسباب
بتدي قوة ورغبة للهدف. فكل ما انت بفرض قولي انا عايز اشتري سيارة، تشتريها ليه؟ عشان كل يوم جمعة هروح بيها الجامعة، كل يوم خميس هنزل روح بيها هلعب رياضة، كل يوم أربع هوصل ولادي. أصبح عندك أسباب تشتريها ليه؟ أصبحت هدف مستمر في الزمن، أصبح الهدف أقوى باستمرار. قبل ما تقول أنا عاوز إيه، اسأل نفسك سؤال أولاني أنا فين، والسؤال الثاني عاوز إيه، والسؤال الثالث عاوزها ليه، لماذا. فالسؤال الأولاني أين أنا الآن، والسؤال الثاني ماذا أريد، والسؤال الثالث لماذا أريده. لماذا أريده بيديني أسباب، والأسباب بتزود القوة، بتزود الرغبة للهدف. أجي أقول ثلاث أسباب بفرض الوقت. لو خدنا مثلا الجزء الروحاني، قلت لك أين أنت الآن في حياتك الروحانية، تقول لي لو خدت بس الصلاة بصلي من غير خشوع. ماذا تريد؟ عاوز أصلي الأوقات في وقتها وأصلي بخشوع تام. لماذا؟ هكون أقرب من الله سبحانه وتعالى، أحس بروعة داخلية زي ما طلب مني الله سبحانه وتعالى، بطيعه فعلا وأحس أن أنا كده أصبحت أفضل، أصبحت إنسان أحسن. اللي قاله ده بيجيله بيزود الرغبة في الهدف، فالهدف بتاعه أصبح واضح أكتر. فوقت من الأوقات أنا كنت في برنامج تلفزيوني وبعدين كان مفتوح على الناس، ولقيت شباب كتير وناس كتير قولي لي دكتور ممكن تقول لنا استراتيجية نصلي بيها الفجر؟ قلت لهم شوف أنا هسألكم سؤال. أنا بقول للناس دلوقتي لو أنت في فرض مثلا عارف أنك عايز تصحى بدري، ومهم جدا تصحى بدري عشان حاجة مهمة جدا بالنسبة لك، وتروح ظابط المنبه، هل ممكن يحصل أنك تقوم قبل المنبه عشان مهمة بالنسبة لك؟ ممكن تحصل ولا لا؟ هتلاقي فعلا تلاقي نفسك صحيت قبل المنبه. طب إيه السبب؟ لأن تركيزك على أهمية الفعل، أهمية الشيء، أهمية السلوك، لأنه مهم جدا بالنسبة لك. فقبل ما تنام اديت هذا الأمر المباشر للعقل اللاواعي بالتوقيت اللي انت عاوزه، وانت عارف يعني ايه التوقيت والفرق بين الاتنين. توقيت اللي انت نمت فيه وعاوز تصحى فيه هتلاقي المخ صحيك. ما تيجي نستخدم نفس الاستراتيجية، بس عايزك تعمل حاجة. انت عاوز ايه بالتحديد؟ قال لك عاوز اصلي الفجر. انت فين دلوقتي؟ ما بصليش الفجر. انت عاوز ايه تاني؟ عاوز اصلي الفجر. طب عاوزه ليه؟ قال لك اولا حسيت ان انا اقرب من الله سبحانه وتعالى. لو لحظه دي اخر لحظه في حياتي عاوز اديها للمولى عز وجل، حد من قلبي الوقت ده ربنا سبحانه وتعالى بينزل في سماء الارض، هل من منادي حد عاوز حاجه؟ قولوا لي اطلبوا مني، شايفين الروعه، انا عاوز استغل اللحظه دي احسن من النوم، افضل من النوم. اخذ اسباب، قلت له ارجع تاني كده فكر في اللي انت عاوزه. انا عايز اصلي الفجر. طب حاسس بايه؟ حاسس ان انا جاهز بس لسه عندك عادات. فانا بدات اخدهم في الاسئله دي، وبعدين استراتيجيه قلت لهم استراتيجيه كوب الماء ان شاء الله هديها لكم في الاخر. كوب الماء شويه ميه، تعمل ايه بيهم؟ تشرب شويه ميه، مخك يتغذى على الميه والاكسجين والجلوكوز، تاخد شويه ميه، تاخد نفس عميق، طلع الزفير اطول من الشهيق، فبتوصل مرحله اسمها الالفا من موجات المخ، فدي تنفس الاسترخاء، بترتاح، بتغمض عينيك، بتشوف نفسك في مواقف صعبة، يعني انت نايم متأخر والدنيا ساعة وانت متدفي وكل ده تمام التمام، وانت برضو بتصحى وانت برضو متزن، لانها مهمة بالنسبة لك، لانك هتقوم يعني هتقوم خلاص انتهت. فبتدي لنفسك هذه القوة الداخلية، هتلاقي نفسك شوية شوية اصبحت عادة في اي مكان كنت فيه، حتى لو كنت مسافر هتلاقي نفسك بتعمل نفس الشيء، اصبحت جزء منك. ودي استراتيجية بسيطة جدا هنستخدمها، بس هقولها لكم بالتفصيل، اسمها اوتوجينيك. جات منين حكاية التخيل الابتكاري وإيه قوتها، مين بيستخدمها وزاي نستخدمها، هنتكلم عليها بالتفصيل. فأنا بقول لك السؤال الأولاني إيه، أين أنا الآن، والسؤال الثاني ماذا أريد، والسؤال الثالث لماذا أريده. اديني أسباب، اديني أسباب، أسباب هتديك رغبة، الهدف هيكون أقوى بكتير. دلوقت أنا عرفت أين أنا الآن، وعرفت ماذا أريد ولماذا أريده، عرفت الأربعة دول. فاضل حاجة مهمة، طبعا في أسئلة لسه. السؤال الخامس متى أريده. لو رجعنا تاني لصلاة الفجر، تقول عايز والله عايز صلي الفجر كل يوم في معاده، وعايز صلي حاضر، والوقت هفكر ان انا صلي كمان في الجامعة. فانت عرفت رايح فين، وعرفت انت فين، وعرفت ليه. فمن هنا بتفكر عرفت ليه، طب عاوزه امتى؟ تقول من دلوقتي على طول، دلوقتي حالا الان عاوزه. هرجعك تاني للأسباب. طب عاوزه دلوقتي حالا ليه؟ ارجع تاني الأسباب. فالأسباب بتخلي عامل الزمن أقوى، فعامل الزمن بيخش جوه الأسباب ويبقى من ضمن الفوائد. شايف روعة؟ لما أقول لواتي تعايز صلي الجامعة، عايز صلي في الجامعة ليه؟ تقولي علشان كذا وكذا وكذا. عايزها امتى؟ عايزها الآن. فأصبح عامل الزمن دخل جوه الأسباب وبيخلي العقل اللاواعي أقوى.
بأنه عارف بالتحديد أنت عاوز إيه، أنا عايز أقوم الساعة كذا عشان أعمل كذا علشان كذا في المكان الفلاني، مش كده بس في الساعة الفلانية ودلوقتي أنا عايزها. أنت بتدي تحديد، والعقل اللاواعي عبارة يعني عارف، خدها معايا لأن كتير كلمت على كلمة عقل اللاواعي. العقل الواعي عنده 4 شغلانات أساسية: أنه يتعرف على المعلومة، أنه يحلل المعلومة، أنه يقارن بينها وبالمعلومة تانية، ويقرر هيتصرف فيها ازاي. وهنا في المخ خصوصا العقل الشمال، لو انت بتكتب ايدك اليمين والعكس، طبعا دي حته فنيه، بس انا عايزك تعرف ان في مخك في مكان الانجليزي بيسموها كريتيكال فاكتوري او راس، ار اي اس، ريتيكولار اكتيفيتنج سيستم، انا بالعربي بس هي منطقه المنطق. منطقه المنطق معلومات تروح هناك وتتحلل، فالمخ على طول العقل الواعي يلاحظ المعلومة ياخدها يوديها للمنطقة دي، في المنطقة دي المعلومات خلاص اتعرف عليها تتحلل هناك، يحللها يقارن بينها وبين معلومة تانية ويقرر هيتصرف فيها ازاي. لما يقرر يوديها لمخازن الذاكرة. العقل اللاواعي أو الريبتيليان برين مسؤول عن مخازن الذاكرة وعن أحاسيسك، عنده 32 شغلانة: يحافظ على جسمك، تحركات جسمك، التلقائيات الداخلية، تنفسك، تحركاتك، تعبيراتك، دول شغلته. فبيروح هناك لما تقرر يروح فتح لك من مخازن الذاكرة الملف اللي انت عايزه من نفس نوع قرارك. شايفين الروعة؟ كل ده بيحصل جواك. شايفين هدايا الله سبحانه وتعالى؟ دي دورة جميلة جدا اسمها الدورة الذهنية. لو كان يعني انا مش حاططها في البرنامج ده عشان البرنامج انا عملته بطريقة مبسطة جدا جدا. الدورة الذهنية دي حاجة يعني انا احطيتها اساسا في ديناميكية كافلاس، ما عندكش قوة رائعة. كل ما تعرف اكتر لازم تسجد لله سبحانه وتعالى، شوف قد ايه ادالك. وهنا بص تلاقي الروعة راحت للعقل اللاواعي، فتح لك مخازن الذاكرة، طلع لك منها الملف اللي انت عاوزه بأحاسيسه وتعبيراته وتحركات جسمك كله، راح مدهم وراح مدولك تاني وتروح حطيتها في الفعل. تعال نحطها كده في الفعل. لو حد مثلا شفت عربية جاية عليك، سيارة جاية عليك بسرعة، العقل الواعي لاحظها، راح واخدها موجهها لمنطقة المنطق، اتحللت المسافة بينك وبين السيارة، مسافة هادية بيقارن بينهم بمسافة تانية شبهها، المسافة اللي كانت قبل كده مشيت بشويش، القرار امشي بشويش، رحت ماشي بشويش لأن العقل اللاواعي راح فتح لك الملف، رحت محرك رجليك بطريقة بسيطة. فجأة الرجل ده راح اللي هو السائق أسرع بسرعة جدا، إيه اللي حصل؟ على طول المعلومة اتحللت في منطقة المنطق، ان المسافة تقيمت والمقارنة بينها بين الماضي تقيم، والقرار اجري بسرعة، لقيت نفسك جريت في لحظة تحط ايدك في النار تشيلها بسرعة. ادي السرعة، الدورة دي اسرع من سرعة الضوء 186,000 ميل في الثانية الواحدة. شايفين المعجزات اللي جواك؟ شايف الروعة اللي جواك؟ بيجي الصحابة تقول له الحمد لله، الحمد لله والشكر لله رب العالمين. بتشتكي ازاي بس؟ ازاي؟ لانك مش عارف قوتك، مش عارف قدرتك، ده انت روعة روعة روعة. عارف ازاي؟ افضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى روعة. عارف لما تستخدم هذه القدرات وتحطها في الفعل، اؤكد لك باذن الله هتوصل لاعلى الدرجات. عارف هتفاجئ نفسك اكتر مما تتخيل. انا نفسي في بعض الاحيان لما بقيت بطل مصر بينج بونج قلت معقولة بطل مصر كلها وهسافر طولة العالم؟ الله، بس انا مش ده ولا مش ده ولا مش ده. هما يعني بدأوا ازاي؟ ما كنوش حتى عارفين يمسكوا المضرب من الكورة، ما حدش عارف حاجة. كلنا بدأنا من مكان ما، وكل غني بدأ من مكان ما، وكل ناجح بدأ من مكان ما. وانت بتبدأ في المكان اللي انت فيه، اين انت الان؟ ماذا تريد؟ لماذا تريده؟ وبعدين هنبدأ نتحرك بعد كده وناخد عامل الزمن نقول متى تريده. ولما نرجع إن شاء الله بإذن الله في المحطة الجاية وفي الحلقة الجاية هنتكلم على بقية التخطيط الاستراتيجي والأسئلة الاستراتيجية، وهناخدهم واحدة واحدة وبعدين نحطهم مع بعض في الفعل عشان خاطر توصل لمرحلة بإذن الله تحس باتزان في الأركان السبعة، في القيم السبعة للحياة المتزنة. لغاية ما نشوفك المرة الجاية حط دول في الفعل لو سمحت، اكتب الحاجات دي كلها وجهز نفسك معايا المرة الجاية، وأكيد لك اشتغل معايا شوية شوية، وأكيد لك هتشوف فرق كبير جدا في إدراكك.